تفاخروا على جزائري ينظر ما نعم. في حدث. الطريق يمشيان بدأوا يكذبون على العرب ويتفاخرون، فتكلم الأمريكي وقال: تعلم أيها الجزائري كم استغرق بناء تمثال الحرية؟ آه والله ما على بالي. لا تدري لقد استغرق إنشاؤه أسبوعا واحد. ما شاء الله ربي بارك. بعد دقائق مروا على المسجد الأعظم في الجزائر الثالث عالميا. انظروا ما قال الجزائري: واو أيها الجزائري، ما هذا المبنى العملاق؟ هذا إنه مسجد عملاق، وجاءني خبر أنه الثالث عالميا. ولكنك لم تخبرنا بهذا من قبل، لم تخبرنا أن الجزائر بها مسجد بهذا الحجم. صراحة أنا ما على باليش، قبل ساعة كنت واقف هون كانت صحراء ما كان مبني شيء.